الاسم ديالي امين هباش، العمر 22 سنه، كنسكن بمدينه اكادير. بديت البروجي هذا تقريبا شي نقولوا 4 سنين هذه تقريبا، يعني من 2016 2017. وتعرفت على واحد الصديق في الطريق، هو اللي كان علمني هذا الخير هذا، يعني في السفر كنا كنديروا هذا الشيء ديال التريب. بالصدفه تلاقيت معاه وعلمني كيفاش نصاوب الدريم كاتشر. من بعد يعني كنت كنقادهم كان غير كنفرقهم مع اصحابي هكا، وليت كنقادهم كما كنسمي بحب، يعني وكنفرقهم لاصحابي اللي تلاقيت معاه في الطريق، عاوتاني اوتوستوب وكنعطيها ليه. ومن بعد بالصدفه لقيت راسي كنبيعهم، بديت تقريبا هذه نقولوا 4 شهور 5 شهور كنت كنبيعهم. ما كنبيعش في فراشه، ما كنبيعش في محلات، كنبيع بار انترنت، يعني كندير بعض الخطرات فيسبوك ادز، مره انستغرام. بزاف كنخدم في انستغرام، عندي واحد البركه جا في انستغرام على اساس انني ديجا كنت كندير فيديوهات في انستغرام ديال السفر، كنبارطاجي السفريات مع الناس. تما يعني كيدخلوا شي لي فولورز، وتما بديت يعني لي فولورز هما اللي ولاو الكليان ديالي. من بعد لقيت اقبال بزاف عند الناس، يعني عجبهم البلان، دراري صحابي بزاف كيبارطاجيو هذا البلان، يعني كيبارطاجيو عندهم ستوريات. من بعد ولا يعني في اكادير تقريبا ولاو الناس كيعرفوني بزاف بلي انا كنقاد لي دريم كاتشر. هذا جينا ندويو على هاد لي دريم كاتشر، يعني الاصل ديالهم منين جا، غادي نلقاو انه جاو من امريكا اللاتينيه وبالضبط عند الهنود الحمر. كانوا كيقلبوا على حل كيفاش انهم ما بقاش يحلموا الاحلام السيئه، يعني فاش يكونوا نعسين مرتاحين. وتما اختاروا هاد لي دريم كاتشر هادو، كيقولوا كيعتقدوا انهم يعني معتقد ديني عندهم انه الا تعلقات في البيت فانها كتجبد لهم الاحلام السيئه وكتخليهم الاحلام الزوينه. هادشي معتقدات قدام وداز عليهم بزاف ديال السنوات، ما بقاش حتى واحد كيامن بهم لحد الساعه. ودابا ولات كتستعمل ديكور، يعني كتقدر تعطيها للصديق ديالك يعني كوم كادو، يعني مع امبالاج ديالها مع كلشي. يعني الناس هنا في المغرب بالضبط قليل بزاف، قلال بزاف الناس اللي كيديروا هذا الخير هذا. داكشي علاش انا كنحاول انني زعما نعرف ونبارطاجي مع الناس، يعني يعني غادي نسميوه فن، ماشي فن، ماشي غير فن، يعني سميتو يعني كتحس بواحد ما كي غادي نشرح لك، يعني داخل فيه تقدر تبدع فيه، تقدر دير فيه بزاف ديال الحوايج باش تعلم. تقريبا كما قلت لكم كانت ديك الساعه السفريه ديالي تقريبا فيها شي 15 يوم تقريبا، وجلست مع واحد الصديق في يعني كنجلس مع نقولوا ساعتين في النهار تقريبا لمده 7 ايام. وتعلمت منه يعني الابجديات، يعني كيفاش كتصاوب سيركل، كيفاش كدير ديك الزواقه اللي في الوسط. من بعد عاوتاني كلشي كيمشي عليك انت، يعني خصك ديفلوبي راسك مزيان، وخصك تقلب عاوتاني في يوتيوب، يوتيوب جرافي كلشي. تما بديت كنقلب بزاف حتى وليت لقيت راسي يعني كيقولوا الناس انه يعني شي حاجه زوينه بزاف. يعني لي ماتيريال باش كتصاوب الدريم كاتشر ماشي كلشي موجود، بدا هنا في بدا في اكادير، في كازا نقدر نقولوا موجود. في اكادير غير الريش اللي غادي تلقاه في كيبي واحد في انزكان بعدا اللي كنعرف انا، يعني ما قلبت شويه ما لقيتش، لقيت غير واحد، ولا ما كانش داك الواحد يعني ما كاينش الريش، يعني خصني نقلب على شي بلاصه اخرى، ما نقدر نمشي نطلع لكازا، يعني الماتيريال قليل بزاف. وحتى من ناحيه دوك فاش كندير السميات الحروف ما كاينينش كاع هنا، كنجيبهم غير في شي ان يعني بار انترنيت. المهم بزاف الماتيريال كيكونوا شي صعاب تلقاهم، ولكن المهم كنديبانيو فوالا الحمد لله. بدا حيت شي حاجه اللي قليله بزاف وكتبان انها سبيسيال، يعني فريمون راه غادي يبغيوها الناس، فريمون راه غادي يكون عندها اقبال عند الناس. والحمد لله المهم بدا كتقاتل مع شي شويه بخير، يعني كنصور شويه باش اصلا انا كنعشق السفر بزاف، يعني غير لجمعت فيهم شويه باش غادي نسافر الله يجعل البركه. ماشي غير كنسافر، ولكن حتى الاحتياجات ديالي الشخصيه كان يعني كنبيهم بفضل الدريم كاتشر. اي حاجه كتخصني كنجيبها بالدريم كاتشر، يعني بهذا البروجي الصغير نقدر نسميه غير سمول بيزنس، وان شاء الله غادي يولي بيك بيزنس ان شاء الله من هنا لقدام. وعليها اسست واحد لاباج انستغرام اللي سميتها هاندميد موروكو، فيها كنبارطاجي هاد يعني هاد الارت هذا، سميتها هاندميد موروكو، يعني هاندميد يعني اي حاجه مخدومه باليد، يعني من هنا لقدام ما غاديش يكون غير دريم كاتشر بوحدهم، بالعكس غادي يكونوا بزاف الحوايج اخرين بحال لي سيركل ديال الطرز، بحال لي براسلي، بحال المهم بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا مخدومين باليد. هكا غادي يكون اون كولابوراسيون اصلا مع الناس اللي عندهم اختصاص في هاد المجالات الاخرين اللي هما طرز اخرين. يعني انا غادي نبقى مقتصر على دريم كاتشر، وكنجمع لي كوموند كنجمعهم في كنحاول نجمعهم في نهار واحد مثلا ولا يومين في السيمانه، يعني كنحاول ما نجمع اكسيمون، يعني مثلا نقولوا 20 كوموند في النهار، يعني كتمشي كتليفريهم ديك الساعات، كتشوف المويان ترونسبور ديالك وكتليفريهم وصافي. ضروري تكون شي حاجه انت كتعرف ليها، ما يمكنش يكون شي واحد ما كيعرفش شي حاجه يديرها. ماشي تنقولوا بحال مثلا انا دريم كاتشر بالصدفه لقيت راسي ما حسيتش براسي، حتى لقيت كنقادهم وكنبيع فيهم، يعني
يعني غير بالصدفه، يعني ضروري انت تكون داك الشيء صدفه، ضروري تكون داك الشيء ميول، يعني شوف انت اشنو تيعجبك، يعني ديك الساعه راه تقدر اي حاجه كديرها تقدر تدخل فيها المصروف ديالك. صافي شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.